السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون، جينا نهضروا على الموضوع تاع ايتنوري والتصريحات تاع قاسي سعيد. بون، التصريحات تاع قاسي سعيد راني علاش جرت هذا الفيديو، راح نوضح بعض الامور. التصريحات تاع قاسي سعيد اللي قال لك تكلمت مع الوالد تاعو 45 دقيقة. هل 45 دقيقة هذيك تكلموا غير في واش تكلم قاسي سعيد في قناة الهداف، او كاين امور واحدة اخرى تكلم فيها مع الوالد تاع ايتنوري؟ وهذيك الامور ما يقدرش يقولها لكم. انا عندي معلومات على كل حال، دوك ندخلوا في الموضوع هذايا، ولكن انا ثاني وعدت الناس اللي عطوني المعلومه ما نهضرش حاليا، ما نهضرش، ولكن كيما نقولوا دوك نوضح بعض الامور. وثاني الناس نهضروا ثاني على الناس اللي بار اكزومبل ما عندهاش المعلومه يعني تظلم الناس. بار اكزومبل كيما ايتنوري قال لك نمثل راني سعيد باش كيما نقولوا نلعب الكاس العالم، سواء مع الجزائر سواء مع فرنسا، الناس تجري برك وتعطى كيفيه وكيفاش، وقال فرنسا وعلاش يقول فرنسا، وثاني كيما نقولوا حب يقول باللي يستفز بالماضي. تاقوا لا في انفسكم، دوك ندخلوا في الموضوع هذا، نخليكم تسمعوا قاسي سعيد واش قال، وندخلوا في الموضوع تاعنا تاع الاستدعاء، ما الاستدعاء وكذا، والامور هذه كاع اللي راح نحكي فيها. اسمعوا خاوتي واش قال الاجتماعي وفي الصفحات الرياضية أنه يريد أن يلعب كأس العالم سواء مع الجزائر أو مع فرنسا، المهم أنه يلعب كأس العالم. أنت تحب تسمع مني محمد واش تكلمت مع باباه؟ نعم تفضل. امبارح تكلمت مع باباه، أنا عيطت له في التليفون، قعدنا تقريبا 45 دقيقة تكلمنا على كل شيء. قلت له كيفاش الحالة تاع ريان وليدك؟ قال لي محمد انا واحد ما اتصل بيا، واحد ما بعث لي يعني حتى حاجه ما وضحوها لي باش يلعب في المنتخب الوطني. قال لي مره واحده تقابلت مع زتشي في 2000 نهائي تاع لافان تاع 2019 لما لعبت الجزائر في ليل مع كولومبيا، وين يعني 3-0 زتشي الى انفيتي لو تاع في ليل، تكلم معاه وقال لي قابلت جمال بلماضي تقريبا دقيقتين، ولكن واحد ما تكلمني على المنتخب هذا. اوكي واحد ما اتصل به. بون، هذا الكلام هذا اللي رانا اللي جيت نهضر عليه، ونهضر تانيك امور هضروها تانيك في الحصه هذه، ماشي نوضح بعض الامور، لانه وعدت الناس خاوتي هاوليك عندي معلومات كامله، عندي معلومات كامله على الموضوع هذا، ودرت لكم فيديو من قبل، ودرت لكم فيديو تانيك من قبل على هذا الموضوع. بون، راني معتمها لان امور خاوتي ما نقدرش نهضر، وعدت الناس هذوما يعني راكو تعرفوه خونا، ما نقدرش، ما تعرفوا على كل حال اللي راني تواصلت مع هذايا، ما نقدرش يعني، هذه خلي هذوما كدليل برك، نهار ما يحين الوقت باش نهضروا نقول لكم باللي هاي ليك المعلومات اللي كانت عندي، وهاوليك وصرة وهاوليك وصرة، تسمى المعلومات راهي عندي من قبل، دوك راهي عندي المعلومات، ما نقولكمش 100%، ولكن ما السيد تاريك ما يقدرش يعطيني كلش كلش كلش، ولكن اعطاني اهم النقاط اللي حبيت نفهمها انايا. بو خوتي، قاسي سعيد قال لك تكلمت مع بابات ايتنوري 45 دقيقة، وتكلمنا، اسمعوا مليح، وتكلمنا في كل شيء، في كل شيء. ومن بعد واش يقول؟ يقول باللي ما تواصل، ما عيطولوش، تلاقى مع زتشي، بابا تلاقى مع زتشي، تلاقى مع بالماضي زوج دقايق، وقال لك ما تلقينا حتى اتصال بخصوص المنتخب الوطني الجزائري، وهذا يؤكد واش قلت غير كيما في الفيديو اللي فات باللي هذا اللاعب واش كان طاطا، بلا ما نعاود نولي، راكم شفتوا الفيديو، اللي يتبعوا القناه هذه بزاف يفهموا واش راني نقصد دوكا، لان كان امور لو كان نبدا ندخل نزيد نوضح بعض الامور، ما تلومونيش خاوتي، انا لو كان بيدي نقدر نوضح لخاوتي، ولكن وعدت السيد يعني المعلومات هذه كيما نقولوا راهي عندنا، راهي عندنا، عندنا كي نقول عندنا يعني الناس عائله قناه في العارضه، كي حين الوقت تاعها نطلقوها ونقول لكم واش كان واش ما كانش وكذا، هذه امور واضحه. فواش يقول قاسي سعيد انه ما تواصلوش معاه، هذا دليل باللي الناس اللي خبروني اللي قلت لكم قراب البابات ايتنوري عطاوني، ودرت الفيديو عليها المعلومات كامل باللي الطفل كان صغير وطان طاطا، هذه كاع امور يعني هضرت يعني مع الاخ فيها كذا منا. شوفوا خوتي، قال لك باللي ما عيطوليش، خلاص اوكي رانا توافقنا فيها. قال لك باللي واش قال قاسي سعيد؟ قال لك باللي باباه ما عطانيش كيما نقولوا، ما بينليش باللي اسك راح يلعب مع المنتخب ولا لا.
هذا واش يعني هذا واش صرا في 45 دقيقه؟ لا ماشي هذا واش صرا في 45 دقيقه في المكالمه الهاتفيه، كانت امور بابات عيط النوري قال القاسي سعيد ما تهضرش، وهذه الامور تقريبا راهي عندي، ما نقولكمش واش هضروا بيناتهم، ولكن الامور اللي تهم الموضوع هذا راهي عندي. اليوم زدت جبت معلومات اكثر واكثر واكثر اللي محال باش نقولها، فيعني تقريبا عندي الموضوع واش ماشي واش تكلم، الموضوع اللي تكلموا فيه هما هو الموضوع اللي تكلمت فيه مع الاخ اللي عطاني المعلومات هذه. فهنايا قاسي سعيد ما قالش كلش، باش يكون في علمكم ما قالش كلش وما طلقش كلش، قال واش كاين انه اللاعب هذا ما تلقاش يعني نداء للمنتخب الوطني الجزائري، وباباه ما بينليش، ماشي ما بينلوش، ما حبش يقول واش قال له، لان كان امور راهي راه كاين. المهم راني قريب نغلط، خلونا من الهضره هذه نعاودوا نقولوا الموضوع تاعنا. ففي الهداف كانوا يهضروا باللي على ايت النوري علاش بار اكزومبل قال فرنسا والجزائر، ونورمالمون لو كان حايب يمثل الجزائر يقول برك الجزائر. وشوف خاوتي الاعزاز غير كيما عندها، ماشي هذا الفيديو الاخراني اللي قبل هدايا، وقلت لكم عليه ثاني في الفيديو اللي فات، قلت لكم باللي السيد هدايا اللاعب هدايا كي قال باللي راح نمثل دوك نجو تاع كاس العالم، لان بزاف راهم يغلطوا في التحقيق، قال حبيت نلعب كاس العالم، تما لو كان ما نروحوش لكاس العالم ما يروحش. فالانسان لازم كيف يفسر الامور هذه، لازم يفسرها عقلانيا. اي لاعب في العالم يقول لك حلمي نلعب لا كوب دي موند، ماشي معناتها لو كان ما يروحوش ما نروحش. اي لاعب محرز دوكا تروح تسقسي يقول لك حلمي نلعب لا كوب دي موند، فهمتوا واش قصدي؟ حلمي نلعب لا كوب دي موند ماشي معناتها باللي لو كان ما تروحوش ما نجيش. الحلم مدابيا نلعب لا كوب دي موند، هذه اي لاعب يقولها. قال لك سواء مع الجزائر سواء مع فرنسا، وضحنا تاع كلمه لا كوب دي موند حلمي نلعب لا كوب دي موند، ماشي معناتها لازم يتأهلوا باش نروح. كاين ناس تفسرها ديريكت هكذا باش يعطاك برك السيد هذا ما كان. ما عندكش معلومات يا اخي العزيز، فسر من ناحيتين، اعطي تفسيرك وتعطي تفسيرك باش تكون كيما نقولوا على الاقل للمشاهد تاعك او اللي راهو يسمع فيك ما تغلطوش هذا ما كان، ما تديش الاتجاهات واحدة اخرى هكذا ولا لا لا. يعني كي يقول باللي حبيت نلعب لاكوب دي موند سواء مع الجزائر سواء مع فرنسا، دوك نجي الموضوع تما هذا راهو حايب يلعب لاكوب دي موند كيما اي لاعب في العالم يحب يلعب لاكوب دي موند. هذا لا يعني انه اذا ما تاهلناش او تاهلنا هذه ما عندهاش دخل في الموضوع هذا. فهنا نولوا للموضوع تاع فرنسا او الجزائر. شوفوا خوتي نعطوا امور بزاف هذه، كاين اللي قال لك نو لازم يقول الجزائر، نو ماشي لازم يقول الجزائر، انت ما دخلتلوش في قلبه علاش قال فرنسا وعلاش قال الجزائر، ووضحتها في الفيديو اللي فات. هو شخصيا على باله باللي حاليا مستحيل يروح لاكوب دي مود مع فرنسا، هكذا مستحيل حاليا راح يروح لاكوب دي مود مع فرنسا، لانه في فرنسا في الجهه تاعو لاعبين اللي راهم في المستوى، راهم مستحيل انه يعيط له ديشون. في حاله واحده لازم تخمموا فيها، في حاله واحده انه يصرح باللي راني حايب نلعب للجزائر فقط. فهنا يجيه الضغط كيما صار العوار كيما صار الفكير، فهمتوا واش حبيت نقصد؟ كيما صار العوار كيما صار فكر فرنسا ما تحتاجوش تبدا دير في الضغوطات عليه، والصحافه الفرنسيه تبدا دير في الضغوطات كيما نقولوا ديشون كيفاش وهذا وراه يلعب في المستوى العالي، مستوى عالي خاوتي وسمو الدوري الانجليزي الممتاز، مستوى عالي وطاو خلو كيفاش دير الجزائر وحنا نربوا ونكبروا ونكونوا وكذا. فهنا صار ضغط كبير، يعني كي تجي تفسرها هنا تفهم باللي اللاعب انت شخصيا مشاهد او ناصر جزائري على بالك باللي ايت نوري ما يقدرش يروح يلعب مع فرنسا، مستحيل دي شو عيط له، وهو على باله بها وباباه على باله بها. كي يجي يقول لك مع فرنسا او مع الجزائر يعني غير نحي فرنسا حاليا، يعني هنا راهو يقول لك مباشره مع الجزائر، ولكن نقدروا نقولوا كلام دبلوماسي باش ما ياثرش على الاعلام الفرنسي. هذه لازم تخمم، لازم تعرف كيفاش تركب
هذه لازم الانسان يعرف كيفاش يفسر الكلام ما بين السطور. لازم هذه قلت هذه خطره ونعاودها دوكا، ماشي تروح تاتاكي ديريكت اللاعب ويستفز بالماضي ومن بعد وتسبوا له باباه باللي باباه حركي. انا كانت عندي معلومات قبل وقبل وقبل على باباه باللي كان حايب يمثل المنتخب، باباه سي بورتي سون بيتي ليكيب ناسيونال، هضرت لكم عليها، تجي تقول باللي باباه حركي وهو راه يستفز بالماضي وكذا، ومن بعد غدوه كي تلقاه في المنتخب الوطني الجزائري تولي والله اللاعب. يعني ما حاول انك ما توقعش في الفخ. هذه نصيحة لأي واحد اللي ينشر المعلومات، ما عندكش معلومات 100%، حاول انك ما توقعش في الفخ، وكما نقولوا حتى انك تحرض الناس على لاعب او على باريزون بابات لاعب وانت ما عندكش معلومات. راكم تشوفوا باللي ما عيطولوش نهار الخطره اللي فاتت، نهار ما قالوا باللي بابا حركي قال لك باللي جمال بالماضي عيط له وهو رفض وبدا يتهرب وكذا وكذا، فهنا ما عندكش معلومات. ومن بعد ولاو يقولوا باللي بابا حركي وظهرت باللي هاو باباه راهو يقول لك ما عيطولناش ما هضرولناش، يعني الاتهامات اللي اتهمتوها لباباه باطله. فالانسان لازم الاخبار هذه يعني يعرف كيفاش يتعامل معاها. اذا ما عندكش معلومات تفسر من ناحيتين، ما تفسرش من الناحيه السلبيه باش كيما نقولوا دير جدل وباش تجيب المشاهدات او تجيب كذا. اللاعب هذا يا خوتي بابا كان حايب يمثل المنتخب الجزائري كيما قلت لكم دي خطره، ما عيطولوش وهاو بان الدليل باللي ما عيطولوش، واش راح يصير منا المستقبل راهو عندي على كل حال، ونخلوها لوقتها ونهضروا فيها. هذا واش نقول لكم خاوتي، ما تغلطوش. اللاعب كيما كاين اللي يقول لك نو الاتحاديه تعيط له، ماشي لازم اللاعب. انا دي خطره يا اخي قال فرنسا، قلت لكم مادام قال فرنسا انا هضرت على اللاعب، قلت له مادام تقدر تقول فرنسا تقدر تقول الجزائر، وراهو قال الجزائر. كي قال الجزائر يعني الجزائر، هذا ما كان. وقلنا علاش دخل فرنسا في الوسط، هذا ما كان. خاوتي ما نطوش عليكم، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.